مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي السعد اللي مكتوبة باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلابل علاوي علي السعد. أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو بخصوص برنامجنا ألف باء تزاوج البلابل، الحلقة الرابعة. اليوم بسبب وهواي من الأسئلة بدأت توصلنا حول تزاوج البلابل البرية في القفص، أو وضع أنثى برية مع فحل أليف، أو وضع فحل أليف بري مع أنثى أليفة. فاليوم احنا بدلنا الزوج البلابل، بدلنا المكان، بدلنا القفص، بدلنا الترتيب كله. اليوم عندنا هذن الزوج زوج بلابل برية. هنا الطيور طبعا التصوير من خلف الزجاج المظلل، والكاميرا زوم اني منطيهن لين بعيد عليهن، وخلف الزجاج المظلل فما قاعد توصلكم اصوات البلابل. اليوم عندنا هذني الزوج البلابل، هاي اول لقاء لهن بدون موالف. حطيتهم بالقفص بدنا نفحص، مثل ما قلت لكم بعض البلابل ما تحتاج نوالفها، نحطها مباشرة سوا. البلابل ما راح تتعارك ولا راح تصير مشاكل، لان الاثنين يكونون مستغربين، وبسبب المكان لانه جديد على الاثنين فماكو طير مسيطر على الثاني. اليوم عندنا الطيور حلوة نظيفة، نثي وفحل واضحات كلش لكم ان شاء الله. طبعا الفحل حاليا اللي واقف على المشتم اللي جوا، والنثية اللي فوق. اكو استغراب بسيط من النثية، بس يعني خوف قليل جدا من الفحل، والسبب انه الفحل حاد، فحل خشن اخر منها، فشي طبيعي تخاف النثية. القفص ترتيبه كلش حلو، ويعني ما ياخذ مكان عندكم. المكان اختاريته معزول عن الممر، ومعزول عن تواجد البشر. هذا المطلوب طبعا للبلابل البرية اللي صيدها يكون جديد، ما جالسة بالقفص. لازم نختار لها مكان معزول عن البشر وماكو ممر يمه دائما. هنا اختارينا هذا المكان، صنعنا قفص، تفاصيله جدا بسيطة، وان شاء الله راح اصوره لكم فيديو خاص حتى بلكي تستفادون من الفكرة. طبعا القفص ما ياخذ مكان، تفاصيله كلش بسيطة، انا هم ما ضفت عليه تفاصيل حتى لا اصعب عليكم، حتى تستفادون من عنده ان شاء الله وتسوون نفس الطريقة. اليوم البلاول مثل ما تلاحظون الفحل يتقرب من النثيب، مثل ما تشوفون. شوف شيء حلو ما شاء الله، يعني الفحل خطوة جريئة من عنده، بدأ يستكشف العش هنا. يعني ما مضى عليهم غير ربع ساعة أو أكثر بشوية، خليتهم بالقفص. هنا الفحل مثل ما تلاحظون دا يفحص العش ويستكشفه. ضفت طبعا أنا عشين بالقفص مثل ما تلاحظون، سلات بسيطة، أي سلة ممكن أن تكون عش مناسب لهم. طبعا بعدني ما ضايف أنا بمواد التحشيش اللي هي لي في النخل والثيل اليابس، جدا تساعد ببناء التعشيش ما شاء الله. شوف الفحل عجبه العش جدا، يعني دي يستكشف بي، ما مستغرب منه وما يخاف، ودي يتقرب بنفس الوقت عن النثية. طبعا هذا السلوك جدا طبيعي لانه موسم تزاوج، في الطيور بصورة عامة تكون جاهزة ومتوالفة فيما بينها. احتمال اكو مثل ما تلاحظون خوف بسيط كلش من النثية، اذا تخاف من الفحل، بس ان شاء الله اني اشوف ان الطيور متفقات وماكو اي مشكلة، خصوصا الفحل يعني دا اشوفه كلش متقبل فكرة القفص، كلش متقبل فكرة العش. العشوش ثبتناها بهالمكان، يعني كل واحد بمكان، ومكان عالي جدا. قلت لكم ان شاء الله راح اصور لكم القفص عن قرب حتى تكون عندكم فد فكرة، اذا تعجبكم تسووها. احنا راح نكمل البرنامج ويا بلابل البرية مثل ما قلنا، وهواي من الاصدقاء سألوا عن البلابل البرية، اي استفسارات ان شاء الله راح اسحبها، الاسئلة المفيدة للكل ان شاء الله، وراح نشرحها ونكمل على هذني الزوج البريات. هنا النثية بدأت تتقرب من العش الثاني، ايضا تحاول تستكشفه. والطيور مثل ما قلت لكم ربع ساعة فقط متواجدة بهذا القفص، او بشوية اكثر. ان شاء الله راح نصور لكم كل التفاصيل وكل التطورات اول باول، وبنفس الوقت راح